السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي وأحبائي في قناة لك سيدتي. اليوم الوصفة ديال اليوم هي وصفة كما العادة وصفة جمالية، وهي عبارة عن كريم مرطب ومغذي طبيعي، وعن تجربة شخصية، وهو يصلح لسائر الجسم واليدين والرجلين، وخصوصا للرجلين، وكذلك بعد المقشر الكوني اللي كنت سبقت وعملته في فيديو سابق. هذه الوصفة كتعمل على توحيد لون البشرة وتبييضها، كما تعمل على إزالة التصبغات الموجودة في الجلد، كما تساعد على إزالة الحروق وحروق الشمس والبثور الموجودة في الوجه والجسم، وكذا يعمل على إزالة الهالة السوداء. مكونات هذا الكريم هي جد بسيطة، متوفر أظن كتكون في جميع البيوت. إذا فنبدأ على بركة الله. كنحتاج لهذا الكريم، كنحتاج إلى ماء الورد الطبيعي المقطر، إذا كان مقطر على اليد يكون أحسن، يكون طبيعي. أنا ما كانش عندي متوفر، اشتريته من بائع مواد التجميل. كنحتاج أيضا إلى زيت أرقان، وهو الذي لا أستغنى عنه في البيت، زيت الأرقان الطبيعي للتجميل، ماشي ديال المكلة، للتجميل. نحتاج إلى النشا، فهذا المكون جد فعال، فهو يمتص الدهون من الجسم ويعمل على تجفيف البثور الموجودة في الجسم. أما المكون الثالث وهو الفازلين غني على التعريف، يعمل على ترطيب البشرة وإزالة أثر البكتيريا العالقة على البشرة، خصوصا بعد المكياج. إذا سنبدأ خلط المكونات تدريجيا. سنبدأ أولا في إناء زجاجي بإضافة معلقة من الفازلين، معلقة صغيرة كافية. ثم نضيف ملعقة أو ملعقة ونصف من نشا الذرة الكورن فلاور، ونضيف من بعد ذلك ماء الورد المقطر، ثم بملعقة خشبية نحرك الخليط، حركه جيدا، ثم نضيف بالتدريج ماء الورد إلى أن نحصل على القوام المطلوب. كنحسوا بالعناصر امتزجت مع بعضها، نضيف بضع قطرات من زيت أرقان الطبيعي. كنخلطوا الكريمة جيدا حتى كنحصلوا على قوام كريمي رائع جدا. انظروا الكثافة، حصلنا على كريم رطب صالح للاستعمال. انظروا قوامه جد ناعم. سأقوم بتجربة، شوفوا كيف ورائحتها جد جميلة وجد منعشة. كندهن به الأيدي والجسم كله والأرجل، ملمس ناعم والجلد كيمتص بسرعة، يعني ما كيبقاش داك الفازلين مزعج، الأيدي كتكون لزجة. من بعد كنوضعوا الكريم ديالنا في قريعة ديال الزاج صغار، كيكونوا ديال شي كريمات سالتنا او لا قريعات نشريوهم من الخارج، لما لا.
واخيرا ها هو المنظر الاخير ديال الكريم ديالنا. وكنتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها وتردوا لي الخبر، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء في حفظ الرحمن.